في بعض الروايات أقول يفهم والله العالم أن للكاظم خصوصية في جانب الأمان، فلما جي الشيعة يختاروا اعرف ترى في روايات. خلنا نقرأ لك روايتين شريفتين. الرواية الأولى أنقلها عن كتابي عوالي الليالي عن الإمام الرضا عليه السلام: قبر أبي ببغداد أمان لأهل الجانبين. يقول قبر أمان. في رواية ثانية في وسائل الشيعة للحر العاملي بسند عن رحيم قال: قلت للرضا إن زيارة قبر أبي الحسن يعني الكاظم ببغداد علينا فيها مشقة، فما لمن زاره اللي يروح يزوره وش له؟ قال: مثل ما لمن أتى قبر الحسين. صار قبر أبو علي مضرب مثل، مضرب مثل لأن عظيم لصار له. قال تبى تعرف زي اللي زار الحسين. وهذه شوية همسة في آذان المؤمنين، لأن بعض الأحيان بعض المؤمنين يقول بنروح كربلة وبنقعد واجد، الكاظم يخلنا زيارة عدلة تبي شوي تبي، مو تقول خلها زيارة، اقعد اقعد عند الكاظم ارتاح، ترى هذه أيام من أيام الجنة مو من أيام الدنيا، عدلة لا تكتفي بزيارة عابرة. هذا الكاظم وما أدراك ما الكاظم، تبه اقعد روض، إذا عندك وقت ريض وإن شاء الله ثوابك عند الله، وإذا رحت لا تنساني وإن شاء الله ما انسى. إيه قال: مثل ما لي أن أتى قبر الحسين من الثواب، ودخل رجل فسلم عليه وجلس وذكر بغداد ورداءة أهلها ذاك الوقت وما يتوقع أن ينزل بهم من الخسف والصيحة والصواعق، وعدد من ذلك أشياء. قال يلا، يقول فقمت لأخرج فسمعت أبا الحسن الرضا، يقول ذاك يقول لمولاي ترى هذول ما مخلين كبيرة اللي يسووها، قد تنزل بهم صاعقة من السماء. قام يقول له فسمعت أبا الحسن وهو يقول: أما أبو الحسن فلا. يعني وين؟ يعني توقع تنزل عليهم كلهم البلية إلا قبر الكاظم، إلا قبر الكاظم الله جعل أمان لمن يلوذ به. عدلة؟ فلعل شيعة علي بن أبي طالب دين مو سهلين مطلعين على هالروايات دي، فلما يقولوا في أمانة موسى بن جعفر عرفه قبره وهو أمين، ومن لجأ إليه أمين وما خاف.